بسم الله، نحن الآن أمام ملعب الكرة الشاطئية. طبعا هذا النشاط يندرج ضمن الأنشطة المتعددة التي يشرف عليها مهرجان صيف الخمس 2016. المشار عدد المشاركين الفرق المشاركة في هذه مرحبا بضيوف مدينة الخمس. مدينة الخمس في هذه الأيام تستضيف البطولة، بطولة اللعبة الخماسية، كرة القدم الخماسية وكرة الطائرة. طبعا على الشمال شط مدينة الخمس، شط السبياجة 2016 في هذا المهرجان الكبير اللي يتمنون، لأن ليبيا فعلا هي بلد الأمان، الأمن والأمان، ومدينة الخمس هي مدينة السياحة الأولى في ليبيا، مدينة البحر والأثار، واللي إن شاء الله بإذن الله يعم الأمن والأمان كل ربوع ليبيا. السلام عليكم، محدثكم من الجروب الإعلامي والثقافي لملتقى الطلبة الأوائل الصيفي الأول إن شاء الله. نحن الآن قاعدين توا في مدينة الخمس في فعاليات مهرجان الصيفي الخمس الأول، مدارين شوية تغيير جو للطلبة، وبحيث يعني كانت الرحلة على عدة أجزاء، وتوا احنا حاليا كيف انتهينا من وجبة الغداء وتم برامجنا على خير إن شاء الله. وهذا برنامجنا بصفة عامة، يعني هدفنا هو هو الغرض منه اجتماعيا وتثقيفيا، وحتى يعني تغيير وجه الطلبة وتحسين بعد